يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم، صحة رمضانكم، صحة فطوركم. معكم سناء في وصفة جديدة، زيتون وطاجين بالدجاج محمر. نحكمو كيكوطة، نديرو فيها مغرف كبيرة سمن، نضيفو حبة بصلة كبيرة مقطعة شرائح، نقلو البصل تاعنا، وعندي هنايا زيتون طاجين نغلي فيه. نضيف البصل تاعي، ملح، نضيف الحرور، ونضيف الكركم. نحرك ليزيبيس تاوعي، ونضيف شويه الماء باش يتقلى لي البصل، ونضيف الدجاجة تاعي. نخليها شوية تتقلى، ونضيف لها الماء، ونبلع على الكيكوطة ونخليها تطيب. كي تطيب الدجاجة تاعي نقلعها من الكيكوطة ونديرها في بلا، ونشعل الكوشة 180 دوغري ونخليها تحمى. نضيف على المرقة تاعي تاع الدجاج الزيتون اللي غليته من قبل، نضيف الزيتون تاعي اللي مصير، نخليه يتكتك شوية ونطفي عليه. بينما الكوشه تاعي راهي تحمى، وجدت الماريناد كيما عودتكم من قبل، سمن، زيت، حرور، كركب، ثوم، موطارد. كي نكمل الماريناد تاعي ندخل الدجاجه تاعي للفوق باش تتحمر. بعد ما تحمالي الدجاجة نحطها في صحن التقديم مع الزيتون والطاجين. كانت معكم وصفة دجاج محمر بالزيتون والطاجين، ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها. بقى لي غنقولكم باي باي، تهلاو في روحكم.